في ملف آخر، تواصل القنوات الفضائية والميليشيات الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية أعمالها في تزييف الحقائق وبث الشائعات، حيث نشروا فيديو لفرح بمنطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة على أنه مظاهرة. نتابع. عشرين تسعة عشرين عشرين هونيك العياط. عشرين تسعة عشرين عشرين هونيك. وللمزيد من المتابعة والنقاش في هذا السياق انضم إلينا سيد كامل كامل، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. سيد كامل، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكستري نيوز. أهلا بك يا فندم، وتحياتي للسادة المشاهدين وفريق العمل. السؤال الأبرز سيد كامل، المواصلة في بث الشائعات وترويج الأكاذيب على هذا النهج رغم انكشاف هذه الجماعة أمام جموع المصريين، ماذا يعني؟ بصي، اللي حضرتك بتتكلمي ده في يعني مرتبط بحاجه نقدر نقول عليها فلسفه تنظيم الاخوان لتبرير الكذب. الكذب عند تنظيم الاخوان يعتبر فريضه مقدسه، والقاعده الحاكمه كمان داخل الجماعه نقدر نقول على كل ما لا يتم الواجب التنظيمي به فهو واجب علي، فهو واجب وعليك وعلى القصه دي. ففريضه فشرع تنظيم الاخوان اذا ما تمكن التنظيم الا بالكذب او القتل او المتاجره بالدين او المتاجره بالمحرمات او الممنوعات، فكل هذا واجب عند الاخوان. ولذلك نجد اصرارهم على فكره الـ 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 الكذب. يعني امبارح احنا في الاكسترا نيوز نشروا فيديو على 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 مظاهره وبعتوها لقنوات الجزيره او الشرق او مكملين او جميع قنوات الاخوان، نشروها بدون ان يتحققوا. معنى ذلك ان هم عندهم استعداد ينشروا اي شيء على الدوله المصريه طالما هيحقق اجندتهم المشبوهه. ويا ريت كلنا ناخد بالنا ان 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 في عمليه برمجه بتتم للعضو التنظيمي للاخوان، سواء بقى حقن ضميره بماده الكذب والتدليس والمراوغه حتى يمارس الكذب وهو ميت الضمير، ويعتبر نفسه يعني مقصرا في حق العقيده الاخوانيه اذا لم يكذب، ويكون عنده تساؤل يومي هل كذبت اليوم لصالح التنظيم؟ تنظيم الاخوان علشان بس نكون كلنا عارفين اعتمد منذ تاسيسه على طمس الحقائق وتزييف الوعي العام وتفتيت الضمير الجمعي للامه المصريه حتى يسهل له النفاذ كتنظيم سري الى العقول وقلوب المصريين، ليتمكن من التوغل والاستبيان المجتمعي. طب وعي المصريين سيد كامل وافشال المصريين لكل هذه المخططات، الم يكن كافيا لان تعي هذه الجماعه حجم الترابط بين الشعب او الشعب المصري والدوله المصريه؟ ده كله يا فندم مرتبط بفكره التمويل، طالما في تمويل سيظلوا مصرين على فكره الفبركه. وبالمناسبه اسلوب الفبركه عندهم مش جديد، يعني مش جديد على اخواننا البعض دول. فاعلام جماعه الاخوان يعتمد على مبدا تجزئه التصريحات، يعني النهارده لو الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمه ممكن جمله كبيره يذكروا جزء من الجمله او الكلمه وبعدين ما يكملوش، عملا بمبدا الايه القرانيه التي تقول لا تقربوا الصلاة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعمل بقوله لا تقربوا الصلاة ولا يذكر كلمة وأنتم سكارى. ولذلك بنشوف عندهم إصرار الفبركة وإصرارهم على فكرة التشكيك. طيب سيد كامل، حضرتك تفضلت وذكرت نقطة في غاية الأهمية وهو أن استمرار هذه الجماعة في هذه التحركات مرتبط بالتمويل. ممولي هذه الجماعات الإرهابية وأبواقها وأذرعها الإعلامية، ألم يعوا حجم الفشل الذي تعرضت له الجماعة في مصر وحجم الوعي الذي أصبح لدى المصريين تجاه هذه الجماعة؟ لان هم مش ما عندهمش سلاح غير دوت. الجماعه الارهابيه او ممولي الجماعه سواء قطر، تركيا، اغلب الدول اللي بتدعم الجماعات الارهابيه وضعت لنفسها مسلك لضرب الاستقرار في مصر بعد فشلها الذريع في مخططات الارهاب او الاجنحه المسلحه او الاذرع المسلحه بسبب الضربات الامنيه القويه اللي نجحت فيها وزاره الداخليه وجهتها لها، لجأت لفكره الاعلام.
يعني هم ما عندهمش دلوقتي غير مسار الاعلام اللي هم يلعبوا فيه. وعلى فكره النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على كلمه الاعلام، اكد ان اهل الشر مصرين على الاعلام، اكد على فكره ان هم خسروا كل معاركهم وما فاضلش، وراهن ايضا على وعي المصريين. سيد كامل، احنا بس وعي المصريين الحمد لله احنا نجحنا وحققنا نجاحات كبيره جدا، لكن انا عايز اذكر حاجه مهمه جدا. تفضل. اللجان الالكترونيه او الكتاب الالكتروني للاخوان بتتقاضى مبالغ ضخمه من اجل المشاركه في حرب الشائعات، وخدي بالك الحروب دي او الشائعات دي مش بتمس حد من نقدر نقول من المثقفين، من الناس اللي فاهمه القضيه، من الناس اللي عارفه ايه اللي بيحصل، لكن هي المشكله في بعض العوام وبعض البسطاء بيدخلوا عليهم القضيه. يعني حضرتك احنا لو نشرنا فيديو ان في مظاهره في ميدان الجيزه هتلاقي القنوات دي نشرتها وبدات تنقلها بشكل كبير، يبداوا يعني يبداوا يقنعوا بالبسطاء بان في حالا فعلا مظاهرات، ولا في مظاهرات ولا اي حاجه. انا شايف ان ده واجب القنوات الاعلاميه المصريه. يعني معركه الوعي دي معركه كبيره جدا، ودي يعني سواء بقى القنوات المصريه، الجرائد المصريه، المواقع الالكترونيه، سواء الاحزاب، سواء مؤسسات الدوله. ولذلك احنا بنلاقي كل يوم جمعه تقرير كبير جدا من الحكومه المصريه بتظهر في بتفند فيه مجموعه من الاكاذيب، يعني ضخم شديد، يعني ضخم جدا. يعني ده دليل على ان حربهم الاعلاميه لن تنتهي، وهم عندهم فلوس كتير، عندهم تمويلات كبيره، يقدروا يفتحوا قنوات النهارده، يقدروا يفتحوا مراكز اللافته بتاعتها الكبيره بحثيه، ولكن هي مراكز لبث الكذب، البث الشائع. نعم نعم. سيد كامل كامل الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، كنت ضيفي عبر الهاتف، بشكر حضرتك جزيل الشكر.